السلام عليكم، انا دكتور محمد الشرنوبي، استاذ الانف والاذن والحنجره، كليه طب جامعه عين شمس. من اكتر الحاجات اللي الناس لازم تاخد بالها منها هي الاعراض اللي بتيجي في ناحيه واحده من الانف بس. دي بتعني ان احنا عندنا مشكله في الانف، والمشكله دي ممكن تبقى حاجه كبيره. اللي بيجي في الناحيتين غالبا تبقى امراض بسيطه زي ادوار البرد والحساسيه، بس اعراض نزيف من ناحيه واحده، انسداد في النفس من ناحيه واحده، كل افرازات من ناحيه واحده، كل الكلام ده يحتاج ان انت تروح لطبيب انف واذن وحنجره ويبص عليك بالمنظار كويس عشان نستبعد وجود اورام او وجود التهابات معينه بتيجي في ناحيه واحده زي التهابات الفطريه. شكرا.